في مدينة غزة احتشد هنا الآلاف من أنصار حركة حماس في حفل تأبين شهدائهم في التصعيد العسكري الأخير على قطاع غزة، واحتفاء كما يقولون بانتصار المقاومة وصمود الفلسطينيين وإفشالهم بأهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي. شخصيات سياسية وعسكرية حضرت مهرجان التأبين الذي رفعت فيه أيضا صورة قائد أركان كتائب عز الدين القسام محمد الضيف. كان واضحا أن الحركة هنا تحاول إبراز قدراتها العسكرية أيضا من خلال عرض عسكري لعناصر ذراعها المسلح وصور طائراتها المفخخة وصاروخ عياش الذي كشفت عنه لأول مرة في المعركة الأخيرة، كما تؤكد الحركة استعدادها لمواجهة أي تصعيد عسكري جديد. سياسيا، ما تزال الحركة تخوض مباحثات عبر وسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى وإعادة إعمار القطاع. صالح الناطور، العربي، قطاع غزة.